بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. عندما تهب النفس من سبات وتشرق في القلب أنوار الحياة، تتطلع الروح إلى الجمال المطلق، تحن إلى أصلها الطاهر في قربه، ترفعها أشواقها إلى مقامات حبه، لترتاع أنسا في رياض ذكره، تغالب سرها فلا تملك إلا أن تبوح، فكان البوح حذاء الروح. حذاء الروح كلمة هادئة هادفة موصولة بالشفاء النبوي، وصوت ندي دافئ، وألحان شجية تتزيى بحلل الجمال السني، تطرق في ليل الغفلات أبواب القلوب، تدعو نفوسا راقدة كي تتوب، تلتمس سبيلا لتعانق الفطرة، تسمو بها من حب دنيا فانية إلى حب الله وحب رسول الله.